السلام عليكم حبوباتي، معكم ليلى بوتينا من قناه ديليز دو ليلى بوتينا، شهيوات ليلى بوتينا. رمضان كريم وتحياتي للجميع. اقترح اليوم ان شاء الله غيكون طرطولات مالحين بعجينه رائعه تجي مقرمشه من على برا وخاويه من الداخل على شكل عجين مورق او بات فويتي، مقادير جد مبسطه. كذلك الحشوه تبقى اختياريه بالنسبه لي، غادي نحشيهم بالطن، يمكن السيده تستبدلو بالكفته او بالدجاج او بالحوت بالكروفات، اي حاجه عندها. الحشوه تبقى اختياريه. كذلك هذه العجينه صالحه لعده استعمالات، يمكن السيده تستخدمها في جميع انواع المملحات. غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الابيض مع بيضه، 125 غرام زبده بحراره المطبخ، نصف ملعقه صغيره من الملح، والماء الكافي لجمع الخليط تقريبا 250 مليلتر. لكن السيده ترد بالها لان هناك نوعيه من الدقيق تتشرب السوائل ونوعيه لا، يعني الماء الكافي لجمع الخليط في الروبو او في الخلاط الكهربائي او العجانه الكهربائيه عفوا. نضيف الدقيق الابيض مع الزبده بحراره المطبخ ثم البيضة، وكمية من الملح، والماء الكافي لجمع الخليط حتى نحصلوا على عجين لينة وملساء وما تتلصقش في الباغوا ديال الروبو. من بعد ما تجمعات لنا العجينه غادي نفيلميوها او نغطيوها بالبلاستيك الغذائي او الفيلم اليمونتير ونخلوها ترتاح تقريبا ساعتين من الزمن، ومن بعد تنشكلوها في المول ديال الطرطولات الصغار. بعد مرور ساعتين كنحضروا ليمول صغار ديال الطرطولات، وتناخذوا قطعه من العجين وتنحاولوا نبسطوها في القاع ديالهم. نقدو الحواف ديالهم بشكل مستوي والعجين الفائض نزولوه هكذا حتى نكملو كامل الطرطولات اللي عندنا. من بعد ما خرجوا لنا لي طرطوليت من الفرن غادي نعمرهم بالحشوه. بالنسبه لي انا اختاريت الحشوه اني نعمل فيها الطن
زيتون اسود، ايشالوت يمكن استبدالها بالبصل، فلفل احمر واخضر مشوي ومقطع مربعات، والذره قسمتها على ثلاثه، الذره ماشي الحبيبات هذيك اللي تتكون على شكل مايس تتبع معلبه. غادي نحشي لي طارتوليت بهذا الخليط ونبارموزي فوق منه بجبن الكغويير. يمكن السيده اللي ما عندهاش جبن الكغويير تعمل اي جبنه تتبغي وتيبغي وليداتها. نبارموزيو الان بجبن الكغويير، ولي طارتوليت ديالنا من بعد ما داب فيهم الفرماج. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتبارطاجيوها في صفحات الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي التابعه ليكم. كذلك ما تنساوش تعملوا لايك جيم اعجاب بلا فيديو، وما تنساوش كذلك اللي مازال ما اشتركش انه يشترك في القناه، وذلك بالضغط على زر ابوني سبسكرايب باش توصلوا ديما بالجديد ديالي. وشكرا لكم.